أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بيكم إخوانا الكرام، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربيات. النهاردة إن شاء الله موضوعنا هيكون عن عربية هيونداي كريتا موديل العربية 2017 مستعملة للبيع في مصر. هنقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بالعربية اللي معانا النهاردة، وكمان سعر العربية، وكمان طرق التواصل مع صاحب العربية. ولكن قبل ما نتكلم على كل الأمور الخاصة بالعربية اللي معانا النهاردة، لو حضرتك أول مرة بتشوفنا على القناة، ياريت تشترك في القناة وكمان تفعل زر الجرس علشان يجيلك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. هنقول لحضراتكم دلوقتي على بعض المواصفات الخاصة بعربية هيونداي كريتا موديل العربية 2017. العربية بحالة فوق الممتازة، زيرو بشكل كامل. العربية أعلى فئة هاي لاين. العربية فابريكا بالكامل، أول مالك من الزيرو. العربية فيها عداد شرعي 42,000 كيلو متر فقط. العربية فيها كاسة تاتش، وكمان فيها كاميرا خلفية، وكمان فيها سنسور بارك. والعربية فيها مرايات ضم كهربائية، وكمان فيها فرش جلد طبيعي أحمر. وكمان العربية فيها تحكم في الدركسيون، وفيها فوانيس أمامي ذكية بتشتغل مع الدركسيون. العربية فيها فوجات أمامية وخلفية. العربية مرور مدينة نصر، فيها رخصة لمدة 2.5 سنين. جميع الصيانات منتظمة في التوقيت. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية هيونداي كريتا موديل العربية 2017. سعر العربية 299,000 جنيه. سعر العربية 299,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010-335-35-25. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010-335-35-35. موضوعنا النهاردة خلص، استنونا في مواضيع جديدة وأخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجبك الفيديو واستفدت منه ما تبخلش علينا بلايك، وكمان تفعل زر الجرس علشان يجيلك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.